بخصوص هذا الإجراء الأخير ديال ولاية الجهة ما يخص يعني القرار ديال التسعيرة 62/60 نهار اللي صدر في 29/12/2023. كما لا يخفى وهو من بعد واحد السلسلة ديال اللقاءات مع ولاية الجهة مع المسؤولين بقسم الاقتصاد واللي كانت عرفت واحد المناقشات حادة فيما يخص الإجراء اللي كانت ولاية الجهة تنوي تطبيقه هو ما تم بالفعل بالرغم من الرفض يعني ديال النقابة ديال الاتحاد المغربي للشغل. فهذا القرار الأخير 62/60 اللي صدر 29/12/2023 فهو يعني حل ترقيعي إجراء تعسفي في حق القطاع، يعني واحد الخطوة يعني ارتجالية وغير محسوبة بالنسبة لهذا الإجراء هذا اللي نزل بواحد طريقة فجائية وكما تنقولوا بالمظلة بالباراشوت على القطاع. علاش؟ الأسباب التالية، لأنه أولا تتجاوز يعني ويتطاول على الظهير الشريف 12 نوفمبر 1963 اللي كان فيه المشرع واضح وصريح وعطى لكل ذي حق حقه، يعني حدد مجال عمل كل صنف على حدة، لا الصنف الأول سيارة الأجرة الكبيرة ولا الصنف الثاني سيارة الأجرة الصغيرة. تنطالبوا حنا وكيف هو مثبت في المحاضر ديال اللقاءات مع الولاية أنه رفضنا. علاش؟ لأنه نرفض رفضا باتا أي توحيد تعريف التسعيرة مع سيارة الأجرة الصنف الثاني، وترفضوا أي تناوب مع سيارة الأجرة الصنف الأول سيارة الأجرة الكبيرة، لأنه القانون وضف هذا الشيء وتحدد مجال عمل كل واحد وعطى لكل ذي حق حقه. علاش؟ لأنه لا يعقل باش أنه يعني نتطاولوا ونتجاوزوا الظهير الشريف، يعني لأنه تحدد مجال عمل كل صنف على حدة. التناوب مع الكبيرة تطرح عدة مشاكل. اليوم تنشوفوا بأنه كان الزبون تيركب يعني ب 80 درهم، اليوم بيولي ب 2000 ريال، 2200 ريال، 2400، 2600، 2800، 3200، حتى تزاد 50%. كان الهدف مقصود، كان الهدف يعني كما تنقولوا سيبلي مقصود ديال 80 درهم خصها تطلع ل 100 درهم باش تقد مع سيارة الأجرة الصنف الأول الكبيرة. علاش؟ باش ما يبقاش ذاك عدم التوازن. هذا هو الهدف، لأنه إرضاء الصنف الثاني، لأنه الصنف الثاني يعني كان عنده مشكل، ومن بعد يعني التسعيرة ديالته اللي كان خدها هو واقترحها بان بأنه الصنف الثاني يعني بأنه نزل عليه واحد الشوية وبأنه يعني تخدم بحقه، يعني حق. دابا اليوم تنشوفوا بأنه الناس بغاو الحق والباطل، حنا تنهضروا غير على الحق، حنا بغينا تطبيق القانون فقط، مطالب ديالنا بسيطة وعادلة، تنطالبوا بتطبيق القانون فقط. انه يعني واحد وجوج وثلاثة يعني ديال الزبناء في المدار الحضاري فهم من حق الصنف الثاني، تسعيرة خاصة يعني مستحقة ديال الصنف الثاني بمعزل على سيارة الأجرة الكبيرة. الله يعاونهم تيطالبوا بحقوقهم إلى غير ذلك، حنا اللي تهمنا هو حقنا حنايا، حنا تنطالبوا فقط بإحقاق الحق، هذا هو اللي نطالب به. تيجي الإجراء اليوم ديال ولاية الجهة واحد الإجراء اللي هو تعسفي، حل ترقيعي لا يراعي يعني لا القانون، يعني الظهير المتمثل المنظم للمهنة المتمثل في الظهير الشريف 12 نوفمبر 1963، ولا على المشاكل المهنيين، يعني محاولة يعني لا يراعي هذه الأمورات، هذه هذا الشيء باش حنا رفضناه، وتنطلبوا بتطبيق القانون فقط، هذا الشيء اللي كاين.